احنا هنا في يوم العرض بتاع بلاستيكس لاب، لو تقدم نفسك والشركه لو سمحت. انا اسمي حمد البورنو، انا سي او ورئيس تنفيذي لشركه كراودزواي انك. كراودزواي هو كراود سورسنج بلاتفورم، هو ويب سايت بيوصل فيلم ميكرز وناس صانعي افلام وناس شغالين في الانيميشن وبيعملوا ميديا بعملاء نفسهم يعملوا فيديوز واعلانات للشركات بتاعتهم. جات لك الفكرة ازاي؟ الفكرة جات لي لما كنت بحضر فيلم ووركشوب ورشة عمل بتاعت عمل افلام في مانشستر في انجلترا. قابلت ناس كتير جدا بيعملوا افلام، بس للأسف بيقدروش انهم يكسبوا من ورا الحاجات اللي هم بيعملوها والحاجات اللي هم بيحبوا يعملوها. عشان كده تلاقي واحد مثلا مخرج للأسف بيضطر ان هو ياكل، بيروح ياكل حاجات الاكسبير منتهيه الصلاحيه من الزباله علشان ما هو بيقدرش يغطي التكاليف بتاعتها. ودي حاجه مش عيب، لان هي الحاجات دي بتبقى مغلفه وكويسه وانا اكلت منها فمفيش مشاكل. وفي نفس الوقت ناس تانية كتير جدا بيشتغلوا حاجات اعمال غريبه جدا عشان هم لسه ما بقوش محترفين بما فيه الكفايه، او المجال ده اصلا مجال مقفول جدا، فمش بيقدرش ان هو يتيح الفرصه لكل الناس ان هي تشارك فيه. فدي الفكره جات لي ازاي لو نقدر نستغل الطاقات الفظيعه عند الناس دي هنحل مشكله للشركات الصغيره المتوسطه. يبقى نعمل لهم اعلانات رخيصه عشان هم ما يقدروش يروحوا للشركات دعايه واعلان كبيره، يعملوا اعلانات رخيصه وفي نفس الوقت نحل مشاكل بتاعت الفيلم ميكرز. هل في منافس مباشر للي بتعملوه في العالم او في المنطقه؟ في المنطقه ما فيش اي منافس مباشر، في العالم في بعض المنافسين بينافسونا في احد الاقسام بتاعت الموقع. احنا عندنا قسمين حاليا، هم بينافسونا في قسم واحد من الموقع. المنافسين دول موجودين في امريكا بس هما احنا ميزه بتاعتنا عنهم ان احنا اولا عندنا قسمين وبنقدر نكسب الناس بطريقتين مختلفتين. ثانيا النقطه اللي انت ذكرتها انه الناس اللي هم ما كسبوش بيقدروا برضو ان هم ياخدوا نقط، النقط دي بتنعكس في الاخر عليهم بجوائز ماليه وبدورات تدريبيه احنا بنتيحها ليهم. حاجة أخيرة برضو مميزين عن الناس برا، إن إحنا لما الناس بتكبر إحنا بنكبر معاهم، أو لما إحنا بنكبر الناس بتكبر. يعني إحنا بنكبر إحنا ده بينعكس عليهم هما كمان. السوق داخلي ولا عالمي ولا؟ احنا السوق بتاعنا عالمي، وكذا حد قال لنا ان انتوا البرودكت بتاعكم ده ينفع يبقى عالمي. لو انتوا ركزتوا على المنطقه بس هيبقى انتوا في الاخر هتفضلوا في المنطقه. يعني بدات عالمي هتوصل هتبقى عالمي. فالسوق بتاعنا عالمي الحمد لله، وعندنا بعض الانتس يعني بوتنشال كاستمرز من عالميا. وبرلينغهام مؤلف عالمي كان عايز نعمل له الحمله الجديده بتاعت الكتاب الجديد بتاعه اللي هو لسه بيكتبه، اتمنى هو خلاص قريب عشان نبدا نشتغل. ستارت اب ويك اند برده، غير ان هم مؤخرا دخلوا معانا بستارت اب لابس از انفستر، كمان قالوا لنا عايزينكم تعملوا، كانوا اول عميل حقيقي عندنا في ستارت اب ويكند. طب لما لقيتوش استثمار النهارده او قريب، ايه الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه احنا بالفعل ماشيين في طريقنا. قبل ما ناخد الاستثمار احنا خدنا سيد انفستمنت بسيط من فلاتسكس لابس ومن ستارت اب لابس، بس احنا كنا بالفعل شغالين في طريقنا، فاحنا هنكمل في طريقنا كده كده. و احنا عارفين ان احنا واقف في ظهرنا الفيلم ميكرز بيدعمونا، وعارفين ان احنا نعمل حاجه كويسه ليهم، فعارفين ان هم اصلا اللي هيقدروا يخلونا ننجح. عشان احنا نعمل حاجه كويسه نقدر ان احنا ننجح برضه ان شاء الله. شكرا شكرا جدا.